بعد صلاة الضحى أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، وكذلك بعد صلاة المغرب. هل هذا العمل يعتبر بدعة وعلي إثم أم توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خير. الذي ورد أنها تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس بعد الفجر وبعد المغرب 3 3، كل سورة 3 مرات. أما بعد غيرهما من الصلوات، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء الآخرة، فإنها تقرأ مرة مرة، أما العشر فلا دليل عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هي آثمة إذا فعلت ذلك شيخ صالح؟ نعم، إذا فعلت شيئا ليس عليه دليل فإنها تكون آثمة. الله المستعان.